والطريق محتاج صديق والسعادة كنز، لكن مين يدلك عالطريق؟ الحياة أكبر مغامرة والطريق محتاج صديق والسعادة كنز، لكن مين يدلك عالطريق؟ إنك تشوف معالم جديدة وتعيش حياة المغامرة في مكان جديد وثقافة جديدة، ده في حد ذاته كنز. عرفت من صديقي عمرو حسن ان في مغامره كبيره هنخدها في اندونيسيا، وبصراحه اتحمست جدا ان انا اشارك معاه. فكره البرنامج زي ما انتم شايفين كده ان احنا بندخل مغامره كبيره فيها مراحل مختلفه، والمفروض ان احنا نعدي كل المراحل والصعوبات دي ونجتازها علشان نوصل للكنز اللي موجود في احدى غابات اندونيسيا. احنا طول عمرنا فريق واحد وايد واحده، وباذن الله هنوصل للكنز. بين ادغال اندونيسيا وغاباتها رحلة بحث عن الحقيقة. ابدأ وعافي، جرب بدون يأس، أكيد هتوصل للكنز الحقيقي. الكنز مع مجموعة من المقدمين، تشاهدونه يومياً في 2:30 ظهراً، ويعاد يومياً في 8:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.